يوفر طعم الحلاوة للطحينة. كوب دبس رمان وكوب للطحينية، هذا كل شيء. نضع دبس الرمان على حرارة هادئة لمدة 5 دقائق. هو متوفر بكثرة، متوفر في السوبر ماركت. لو غير متوفر عندكم معنيين نعمله، اكتبوا لي تحت التعليقات عشان نعمله مع بعض. هو سهل جدا. بنقص البسكوت الحجم اللي احنا بدنا اياه، نوضع ورق زبدة، هيك نوضع الطحينية بتدريج على حرارة هادئة، وممكن نوضع كاكاو خام، هذا اختياري، على حرارة هادئة تكون. وهيك بنسكبه وبنوضع طبقات البسكوت. هذا كل شيء، أكثر من رائع. في عندي أكثر من 500 وصفة صحية، مهتم بالغذاء الصحي. اشترك حتى يوصلكم كل جديد. شايفين كيف؟ الله الله، صراحة أكثر من روعة. أتمنى تكتبوا لي رأيكم تحت بالتعليقات، لأن رأيكم كتير بيهمني. في أمان الله.